الشمال عند الشباب بالزنكي. هنا في ريف حلب الجنوبي الغربي ثمة حرب استنزاف طويلة بين الثوار وقوات النظام، مرة يتقدم عليهم النظام فيصدوه، ومرة يتقدمون على مواقع النظام فيحررون ويتراجعون. نقاط جيش المجاهدين في غرفة عمليات الراشدين الجنوبية اللي هي بوابة حلب الغربية تمتد من شمال الصحفيين حتى خان طومان. تتوزع نقاط جيش المجاهدين على 28 نقطة رباط متناوبة عاملة هذه النقاط لمدة 24 ساعة، مغذية بالطعام والشراب والذخيرة بشكل دائم مع عدة فصائل أخرى تعمل في هذه الغرفة. منطقة مدمرة عسكرية خطرة على كلا الطرفين، فهناك مواقع لا يبعد الثوار عن النظام سوى بضعة أمتار. حاول النظام عدة مرات اقتحام هذه الجبهة، ولكن لفضل الله وللأخوة المرابطين صدوا الهجوم أكثر من مرة بسبب وجود كافة أنواع الأسلحة التي تستطيع صد أي هجوم، مدفعية بأنواعها والحمد لله. نقاط جيش المجاهدين وصلت حتى 1070 شقة. بوابة الأكاديمية الجنوبية الغربية تبعد حوالي 600 متر عن نقاط الرباط. جبهة قائمة وحرب استنزاف بشكل يومي، قناصات ومدافع وقصف بشكل مستمر على هذه الجبهة، مئات المرابطين من مختلف الفصائل يتبدلون على هذه الجبهة بشكل مستمر، وحصار لا يكاد ينتهي أبداً.